نمشي مباشرة إلى ألمانيا وين موجودة الكاتبة التونسية فاتن الفازع. فاتن رمضانك مبروك، أهلا وسهلا، مرحبا بك. يعيشك هادي، رمضانك مبروك أنت زادة. اليوم ظهر فيك متقلقة برشا، لاحظنا شو قاعدة تكتب على وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أن الأمور مش باهية. لا الأمور ماهيش باهية، جاني استدعاء بالمحكمة زي ما أنت باش طلب نتاع الشكاك، معناتها يفكوا لي الحضانه نتاع بنتي. انا على خاطر عندنا الحضانه مشتركه في المانيا، الحضانه تتعطى مشتركه، انا والاب، فهمت؟ ثلاث ايام عندي ثلاث ايام عنده. دونك جاني طلب معناتها انه تتفك لي الحضانه، وفي المانيا فما حاجه اخرى، معناتها كان يشدوا عليك حاجه، معناها كان ينجموا حتى يحرموك، مش من حق الحضانة. فما زاد الحرمان من رؤية الصغير جملة، ساعات معناتها كان يفرض عليك حاجة هكا ولا هكا. إيش هي التعلة والحجة اللي استند عليها طليقك؟ هي انت تعرف، ما نعرفش كان ريت ولا لا، التعاطي الاعلامي مع الموضوع الاخراني، معناتها فيما يخص غشاء البكره والعلاقات الجنسيه للبنت، معناتها اللي انا قلت لي انا نسمح بها، معناتها صار تهويل للي قلته، وتعامل معاه الاعلام معناتها بطريقه انا توا مبهدتني. دونك صاروا برشا دي كومونتير من نوع كي نتاع البيدوفيلي، والا هو اعتمد على لي كومونتير ذوكم اللي معناها نتاع نعمل لها بنتك وهي عمرها 9 سنين، هذوكم معناتها تم ترجمتهم الى اللغه الالمانيه عن طريق مترجم محلف وحضور عدل منفذ وكل شيء، وهذوكم هما معناتها اللي سند عليهم باش يعمل القضيه معناتها نتاع انه يطلب الحضانه نتاع بنتك. لهنا فما لوم أكثر على طليقك ولا لوم أكثر على التعاطي الإعلامي؟ لأنه طليقك المفروض يعرفك مليح ويعرف أنه أفكارك تكون منسجمة مع شخصيتك. أي أنا نلوم أكثر على التعاطي الإعلامي، على خاطر كان معناها ما هولش هو بالصفة هذيك، على خاطر في الأخر معناتها أنا اللي قلت وهو اللي قاعدين نراو فيه واللي قاعد يتعمل. أما برك على خاطر أول مرة تجي أم تحكي عن صورة البنت، أنا مانيش نحكي على بنتي يمكن اللي عمرها 9 سنين واللي أنا طلبت منها السماح، معناتها في الباساج اللي عملته مع أمين جارة، أنا نحكي على كيف نقولوا البروجيكسيون متاع البنت، فهمت؟ أما هذيك هي اللي ما تقبلتش، على خاطر هو كونكريتمون لو كان جاي ولدي راهو تقبل وراهو السؤال ما تسألش من أصله، على خاطر أول مرة معناتها سيتي شوكون كيف الإلكتروشوك جاي للشعب، كيفاش أم تقول معناتها جسد بنتي ملك بنتي، فهمت؟ تونديسك هو نفس معناتها إحنا أراه في تونس العلاقة الجنسية اسمها كيف تعملها طفلة اسمها غلطت، وكيف عملها ويجي راجل ويقولك أنا نسطر على الودية وهو عمل معها نفس اللي عملته معها، فهمت؟ دونك هذيك التعاطي الإعلامي معناتها الحقيقة إعلام أنا ندوم عليه، إعلام المجاري وإعلام لتدجين العقول وإعلام مذنب في معناتها مش الكل، فما إعلاميين ياسر محليهم ونشكرهم من قلبي، أما فما زاد برشا هما معناها بالحق مجرمون في حق هذا الشعب، على خاطر هذه اليوم راهو فما ولات سلطة الفيسبوك ولات تخوف معاك. أما فاتن اليوم يقول لك أنت مشيت للإعلام بسقيك، أنت المسؤول على تصريحاتك، الإعلامي مسؤول على أسئلته، أنت مسؤول على تصريحاتك، المشكلة أنت ما تعرفش تكذب، ما تعرفش تجامل، ما نعرفش شنو اللي قاعد يصير. نحكي لك بالنسبة الإعلامي هو اللي يسألني مثلا الانترفيو الأولاني من غير ما باش نذكروا الأسامي، أنا كيف الانترفيو الكل يتقص منها كان نعم أقبل أنها بنتي، معناتها أنت من الانترفيو كاملة لو كان جات ما تقصتش البغتي وتسمعت الانترفيو بكلها عمره ما يصير. أما صار خبث زيدة معايا أنا نعم أقبل أنها بنتي يصير تعمل علاقات جنسية قبل الزواج، معناتها تقصد وحدها اولا، ثانيا اللي يقولوا هذوما اللي قاعدين وراء ليزيكرون تاعهم وينظروا عليا يقولوا لي الاعلامي يسال اللي يحب يمشي ويدوروا جميع الانترفيوهات اللي تعملوا في تاريخ البشريه للكتاب ولا لاي عبد فيهم شي واحد برك السؤال اللي هل تقبل بنتك تعمل علاقه جنسيه، ما دوك ما تقولوا ليش كان احنا اخذنا اعلام المجاري هما اللي يسالوا سؤالات هذوما، اما ذي ما هو السؤال يسال
معناها على كاتب، وأما هذاك كان درس إذا بالنسبة لي أنا أكبر درس. زوج باساج هذوما صحيح معناها خايبين، أنا أكبر زوج دروس في حياتي. شو ما تعلمت بالدروس هذوما؟ هو الباساج الثاني، الباساج الثاني وين نتفاهم على أني باش نمشي نعطي طرح عن المساواة. وكيف ما بديت كان ما نعرفش، لو كان أنت تفرجت معناتها كيفاش بديت، قلت لو كان الزناء هو الزناء معناتها زناء العزوز، وكان حرام حرام عزوز، يعني بدأت في مقاربة بين الرجل والمرأة. فهمت؟ وهذا اللي تفهمنا عليه. ومن بعد نلقى في أمين قارة ويخرج هذي، راني من يجي نتبقى سمحنا في الاسم معناتها بش نعطي بش نتكلمك، صايرة ما بيناتهم مع اجتماع وحاضر كل شيء من نص حاضر محفوظ، حشتهم بعركة. انا جيتي نايف على خاطرني انا زنسيغ ومانيش كذابة. شنو ما تعلمت فاتن؟ شنو تعلمت فاتن؟ تعلمت اني لو كان صراحة نزيد نمشي فيها للإكستريم مباحة، واللي ما سمعنيش قلت المرأة الاولانية انا بنتي نسمح لها تعمل علاقات جنسية قبل الزواج، ما صابي عاود يسمحها مرة اخرى. وهذاك رأيي ومانيش باش نبدله، اما بركة باش نعرف باش كون نمشي اللي ما يتخوفش عليا ويخرج كلامي من سياقه وما يخلينيش نعطي الطرح متاعي. الطرح متاعي على خاطر انا عندي معناتها عندي اون ارغومونتاسيون، هذيك هي اللي مشي بها. خاطر هو كان اما اليوم اليوم اليوم, اليوم اليوم فاتن معناتها النتيجة مرفوضة عند الناس، حتى التصريح بها معناتها الناس ما يحبوش يفهموا الديمارش اللي باش تعملها، لأنه النتيجة اللي انت باش توصل لها عندهم هما ما مش قابلينها. هذه هي المشكلة معناتها، ما همش قابلينها هذي. تعرف علاش؟ على خاطر الناس ولات تكذب وتنافق، تخاف من فيسبوك، خاطر احنا نحن تحت سلطة الجهل والرعاية والدهماء من اللي جاء. ولات الناس اللي هذا يا اما يدخل في البوليتيك مو كوريكت وعندهم الحق، راهو يقول لك انا هالبوركة. وفما حتى اصحابي يقولوا لي ارانا 70% الناس وفي اللي يقولوا فيه بركة ما يعملوا الناس العشاج هذيك. دوك الناس ولات تخاف اليوم. اما اليوم اليوم الفاتوره غاليه فاتن، اليوم الفاتوره غاليه. اليوم ما عادش كلام فيسبوك، واليوم ولات محاكم، واليوم ولا مس في اقرب الناس ليك اللي هي بنتك. اليوم وانا معناها موجوعه في الحكايه دي، جو سوي فراجيليزي ا كوز دو ما في، مي سي اون لوت كو جو سري بور ما في اي بور توت لي في اللي عمرهم 9 سنين اللي هما باش يكونوا البلاد هذيا. على خاطر تونس البلاصه اللي تدخل لها تلقى الفاكولتي شطرها نساء، ولي فاكولتي شطرهم بنات، والوحود معناتها الشركات شطرهم نساء. فين تمشي تلقى شطر نساء ورجال؟ احنا نخلصوا في ليزامبون تاعنا كيف كيف، حالين الديار نصرفوا قد الراجل قد المراه. ما فماش علاش باش اليوم تقعد صوره المراه احنا اللوطه والفوق حرام علينا حلال عليكم. خاطر كان اي ام تمشي تسالها هل ان ولدك تقدروا يعمل علاقات جنسيه قبل الزواج؟ يمكن كان ما يعملش تو كلكو باغت تنقرص شويه، معناتها اي ام تقبل. فهمت؟ انا يا اخي قلت شجعت، قلت لها برا امشي اعمل، قلت لها برا عري روحك، ولا قلت لها اقتل روح. احنا انا نعيش في المانيا، راني انا مراه ما نكذبش، وانا مراه باللوجيك نحكي. راهو كي تبدا تعيش في المانيا وتبدا كبرت في المانيا، راهو نكذب على روحي كان نقول اللي بنتي من بعد باش تعمل علاقه حب عذري، وكس سوا في المانيا ولا في تونس. أما اليوم ردود الفعل، ردود الفعل تجاوزت مجرد السبان وتعدينا الى منطق اخر. منعرفش، خايفه فاتن؟ خايفه من على بنتي؟ خايفه باش نقول لك ليه باش نكذب؟ انا لحم ودم في الاخر، خايفه. اي حتى نبرة صوتك مبدل عليا. اي وخاطر انا قلت لك ما نكذبش، ما نجمش نجي نقول انا مانيش خايفه ولا انا حديد. لا انا انسان نحس ونخاف اما جون بسخي با لي برا، سي اون لوت لي انا باش نكملها لاخرها. فهمتك. وكان ثمن الحريه مهما كان، انا اراني باش نخلصوا اي جي غير جوسكو بو، ونعرف اللي انا نورمالمون عندي 80% شانس باش انا هي اللي نربح القضيه هذه. خاطر انا ما قلتش حاجه، معناتها الحاجات اللي قلتهم منسجمين
مع لا فيجيون تاع في المانيا بركه باش تحل عليا بورقه محامي بورقه ليزاسيستون سوسيال ليزاسيستون سوسيال نتاع اليوغن تامت والكل اللي لهنا عندهم يعني جو نافي با بيزوان تاع سانسيرمون جو نافي با بيزوان تاع هيك هاو حاسيلو باش نقول لك معناتها فات ان ربي معاك ربي معاك وان شاء الله يا ربي هل هذا الطوفان هذا اللي تحل بعد لقاءات إعلامية يتسكر لمصلحة قبل كل شيء بنتك اللي ربي فضلها لك ولمصلحة عائلتك اللي أكيد لازمها تكون عائلة متماسكة ومنسجمة. نشكرك برشا فاتن، نتمنى يا ربي أنه الفترة الصعيبة تتعدى عليك بأخف الأضرار ونسترجع فاتن اللي نعرفوها، فاتن اللي تضحك، فاتن اللي عاملة جو. ما تخافش هاتو نرجع ما جيت حبيت نقول أنا عراني بنتي وولدي كيف تخلت بيهم لألمانيا، دخلت بيهم بديت بيهم على جرية وقريتهم بديكسيونير وقتها مازلت ما نعرفش بالقديل الماء ووصلتهم أين الله مصلي عني بيعليهم في قرايتهم وكل شيء. دوك أين أراني نحب نقول أراني ما نقفش ونطيح تحيح بكيت باش نقولك ما بكيتش ليلة كاملة وأنا نبكي موجوعة أي موجوعة أنا أنا ما نطيحش وأنا مكملة et pour une Tunisie belle pour une Tunisie rebelle multiculturelle multiethnique أنا مستعدة de payer le prix à خاطر أنا تونس نحبها ونموت عليها ولازمها فما نهار راهو لازم بيجي احنا الناس اللي كيفي أنا يبدلوا حاجة في الديمونتاليتي خاطر يعملوا إلكتروشوك صحيح الأغلبية الصامتة معناها ثم برشا نسان ديني ما همش يكتبوا واللي يكتبوا معناتها اللي يشوفوا فيهم هما أكثر معناتها اللي هي ضد أفكاري أنا خاطر سي شوكون بالنسبة ليهم سكو جي دي فهمت أما سان لي شوك با معناتها باش يشوفوا ضرب في الشارع وباش يشوفوا سرقة وباش مشكلتنا هي مشكلة جسد ويوما ما لازم يجي عبد ويقول لا أغيطون. شكرا فاتن الفازع، يعطيك الصحة.